اكيد بدأ وكلاء بقى تيجي تمضي معايا عقود تدفع فلوس. بدأ كان عندي مثلا موزعين بقى وكلاء، كان عندي مثلا 10 موزعين بقى عندي 30 موزع و25 موزع. والوكلاء دول اللي انت اللي هم اصبحت حضرتك يعني مدين ليهم دلوقتي. اكيد الناس بدأت من قلة البضاعة بقى بدأ يستاقوا الموضوع، المفترض يجي لهم بضاعة كتير. الناس دفع لك فلوس طبعا وهم معهم حق على فكرة، شقاهم وتعبهم والفلوس اللي شايلينها او اللي باعوا بخساره ممتلكات ليهم عشان يجيبوا لك الفلوس دي، فدول يعني منطقه محظوره انه الواحد يقرب ويلومهم في اي شيء غير ملامين. استاذه عايز اقول لك ان فعلا هم معهم حق وانا كمان معايا حق.